أهلا بكم. ثلاثية الجوع والخوف والمرض باتت هي العنوان الأبرز لليمن والحاضر في ظل الغياب. تعددت أسباب الموت وتلاشت عناوين الحياة في اليمن التي تعاني من تبعات سقوط الدولة قبل أكثر من عامين ونصف. من لم يمت بنيران الميليشيا والتحالف قتلته الأوبئة والمجاعة التي التهمت أرواح اليمنيين وجعلتهم مجرد ضحايا في نشرات الأخبار. بعد تراجع نسبي عادت جائحة الكوليرا لتضرب بقوة هذه المرة وتنتشر في 10 محافظات يمنية مهددة بكارثة غير مسبوقة في تاريخ اليمن المعاصر. نتوقف في هذه الحلقة من زوايا الحدث لنناقش موضوع تفشي وباء الكوليرا في محورين: كيف يمكن القضاء على انتشار جائحة الكوليرا؟ وما هو الدور الملقى على عاتق جميع الأطراف المحلية والدولية لمواجهة انتشار الوباء؟ إذن قالت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف إن 97 شخصا توفوا بالإسهالات الحادة، وإن 8 من بينهم توفوا بسبب وباء الكوليرا. وذكرت المنظمة أن آخر الإحصاءات تؤكد أن 188 حالة إصابة بالكوليرا في 14 محافظة، وإن 6000 شخص أصيبوا بإسهالات مائية حادة. نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل محمد عبد المغني، ونعود لمناقشة الموضوع مع ضيوفنا. وباء الكوليرا يجتاح اليمن من جديد ويهدد بالتهام أرواح الآلاف وسط ذهول العالم وعجز القطاع الصحي عن احتواء الجائحة التي تنتشر بسرعة غير مسبوقة. الوباء الذي ظهر العام الماضي بشكل محدود وعاد مجددا ليحصد أرواح اليمنيين، حيث أكد مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك هارت أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة بالوباء منذ أواخر إبريل الماضي، وفيما تعيش أغلب المحافظات حالة صحية وصلت إلى أسفل درجاتها. يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الاختبارات أكدت انتشارا كبيرا للمرض في 10 محافظات، وذلك في ظل تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية ونقص المياه النظيفة لأكثر من ثلثي عدد السكان. الكوليرا التي يمكن أن تقضي على المصاب خلال ساعات قصيرة ما لم يعالج بحقن السوائل والمضادات الحيوية، باتت أيضا تهدد العشرات يوميا في المدن والأرياف، حيث وصلت الإحصائية الأخيرة للحالات المصابة بمحافظة أبين إلى 130 حالة، أكدت المصادر وفاة امرأة من بين تلك الحالات. العاصمة صنعاء استحوذت النصيب الأكبر من إصابات الكوليرا بحوالي 34% من الحالات، فضلا عن وجود إصابات في عدة مدن أخرى منها الحديدة وحجة وإب وعدن وأبين. لم تتوقف المأساة في المناطق المفتوحة، بل وصلت هذه المرة إلى السجون. سجن هبرا سيء الصيت في صنعاء الذي يخضع لسلطة الحوثيين ارتفعت فيه الحالات إلى أكثر من 3 حالات بعد أن قامت الميليشيا بنقل المعتقلين إلى أسوأ عنبر في بدروم السجن حسب مصادر حقوقية. رابطة أمهات المختطفين قالت إن وباء الكوليرا انتشر في سجون أخرى بالعاصمة منها السجن المركزي وسجن الأمن السياسي، موصلا العشرات منهم إلى حالات حرجة من الجفاف الشديد. يعود وباء الكوليرا البدائي لضرب العاصمة وعدد كبير من المحافظات، وفيما تقف الجهود الدولية عاجزة أمام تفشي الوباء الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى جانب الجرائم المترتبة على سقوط الدولة بيد الانقلاب وغيابها منذ ما يقارب 3 أعوام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من صنعاء محمد الأسعدي المتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن. مرحبا بك سيد محمد. إذا تحدي وعبء جديد يضاف إلى قائمة اليونيسف التي المطلوب منها أن تواجهه في أرض اليمن، وأنتم المنظمة حقيقة الأكثر تواجدا وعملا في أرض اليمن، كيف ستتعاملون في اليونيسف مع هذا الوباء الخطير؟ حقيقة هذا الوباء يمثل تحدي صحي كبير جدا للسلطات الصحية في مختلف المحافظات، وأيضا للمنظمات العاملة في قطاع الصحة منها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى شريكة محلية ودولية. الوباء يتفاقم بشكل سريع. في التقرير ذكرتم عن 6000 حالة، وهذا ما ذكرناه في وسائل إعلامنا يوم أمس، لكن اليوم بحسب الإحصائيات هناك أكثر من 8595 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة. نعم. منها حتى الآن 209 حالة مؤكدة مخبريا حالات إصابة بالكوليرا. هناك 115 حالة وفاة من الإسهالات المائية الحادة، منها أقل من 10 حالات وفيات بالكوليرا.
الأرقام في تزايد، الضغط كبير على المرافق الصحية سواء كانت في صنعاء أو في المحافظات الأخرى. هناك احتياج كبير جدا لطاقة استيعابية سواء كانت متمثلة بالأثاث أو المرافق أو الأجنحة المتخصصة، أجنحة العزل، بحيث لا يتم نقل العدوى للزوار أو المرافقين لهؤلاء المرضى. اليونيسف قامت على سبيل المثال بتأسيس مرفق كامل في مستشفى 70 بتوفير الأثاث وتوفير الإمدادات العلاجية. يستقبل المرفق بحسب ما قال لي بالأمس مدير المستشفى قرابة 300 حالة باليوم، 100 حالة من الأطفال و200 حالة من الكبار وخصوصا النساء. هذه أرقام كبيرة ومخيفة ومرعبة مهما كانت، حتى وإن كانت هذه الحالة تعتبر حالة متوسطة وحالات عادية من الإسهالات، لكنها تشكل تحديا كبيرا. صحيح أن نسبة الخطورة، نسبة خطورة الكوليرا بالضبط إذا قرناها بالأرقام قد لا يتجاوز 2 إلى 5%، ولكن تظل مؤشرات كبيرة جدا، وهذه الإسهالات بحد ذاتها أيضا قاتلة إذا لم يتم توفير العلاجات اللازمة لها والدعم للمستشفيات والمرافق الصحية. نعم سيد محمد، أين تتركز كثافة انتشار الوباء بالضبط في اليمن؟ الآن 10 محافظات وكما قلت العدد مرجح للزيادة، وأيضا ما الذي يحتاجه الوباء لغير الأدوية؟ هل هنالك إجراءات أخرى لمعالجة المسببات أصلا؟ بالتأكيد سؤال مهم. اولا الوباء الان رسلت حالات اسهالات مائيه حاده في 16 محافظه، زاد العدد، كنا نتحدث عن 14 محافظه بالامس الان زاد الى 16 محافظه. المناطق التي يتركز بها واشدها ضررا وضراوه هي صنعاء، قرابه 50% من الحالات في صنعاء، وفي صنعاء تتركز الحالات في المناطق الفقيره جدا خصوصا المناطق الشماليه باتجاه المطار والمناطق منطقة نقب والمناطق الشرقية. في هذه المناطق هناك صرف صحي مكشوف غير مرتبط بالشبكة، هناك غرامة مقدسة، هناك أيضا فقر، والأسر لا تستطيع أن توفر لذويها المياه الصالحة للشرب النقية، ربما يستخدمون مياه غير محسنة وبالتالي يكون عرضة للمخاطر والأمراض. سبل الوقاية عزتي، أول سبل الوقاية هو تأمين مياه محسنة وصالحة للشرب، توفير بيئة نظيفة سواء كانت بيئة الملبس يعني المسكن أو بيئة المحيط الحي والشارع. ثاني شيء أن يكون الصرف الصحي صرف منتظم ويتم معالجة مياه الصرف الصحي بحيث لا تسبب التلوث، ويتم قتل الجراثيم والبكتيريا فيها سواء كان عن طريق العزل الفيزيائي أو العزل الكيميائي. أيضا هناك معالجات عن طريق تنقية المياه، المياه التي مصادر المياه سواء كانت آبار أو خزانات أو صهاريج نقل المياه أو حتى المياه التي تصل إلى المنازل عن طريق نقاط السبيل أو نقاط التوزيع، هذه يتم تنقيتها، ولدينا فرق ميدانية تعمل بلا توقف من أجل تنقية هذه المياه، ولكن هو سلوك مستمر. أولا مرتبط بالنظافة الشخصية، الصابون، مجرد غسل اليدين بالصابون يقيك ويحميك من الكوليرا والإسهالات، مجرد غسل اليدين بشكل منتظم قبل الأكل وبعد الأكل وبعد دخول الحمام وبعد التعامل مع مريض مصاب بالكوليرا يقيك من الأمراض ومن خطورة الإصابة بالكوليرا. نعم سيد محمد، كل الجهود والخطط والبرامج التي تقومون بها أنتم في اليونيسف وأيضا في المنظمات الدولية العاملة في اليمن ربما قد لا تكفي إن لم تكن بتنسيق وجهد أيضا من قبل الأطراف المعنية كالحكومة الشرعية مثلا خاصة في المناطق التي تسيطر عليها. هل هنالك تنسيق؟ هل هناك جهود مشتركة بينكم لمكافحة الوباء في هذه المناطق؟ بالتأكيد، هذا أمر خطير، هذا أمر سيادة وطنية وأمر قومي. اليونيسف تعمل مع الأجهزة الحكومية، السلطات الصحية في مختلف المحافظات والجهات وبالتنسيق المباشر معها. نحن لا نعمل بمفردنا، نعمل من خلال الأجهزة القائمة وتقوية الأجهزة القائمة والمحافظة عليها من السقوط. بالتأكيد نعمل مع مكاتب الصحة ومع المستشفيات ونقدم الدعم المباشر بحيث نستطيع أن نستجيب لهذه الطوارئ قبل أن تتفاقم بشكل كبير، ونحاول تجنب البيروقراطية الشديدة. الأمر الأهم هو أن هذا الوباء، هذا موسم الوباء وربما يتكرر في كل عام ما لم يتم معالجة الأسباب والمسببات سواء كانت مرتبطة بالمياه أو الصرف الصحي أو النظافة أو غيرها. لكن الذي يحصل الآن، هناك فريق من مؤسسة المياه وفرق من وزارة الصحة في كل المحافظات، هؤلاء جنود وأبطال يستحقون الشكر والتقدير بصراحة. هؤلاء يعني أنا
أمس وأنا أزور مستشفى السبعين لمست حجم الضغط الهائل عليهم والتضحية الكبيرة بيضحوا بصحتهم مباشرة بالتعامل مع المرضى والتكدس تكدس العشرات في الممرات وفي الملاحق وفي الغرف. أحيانا في السرير واحد تجد أكثر من حالة أو حالتين تحت السرير بالممر بالطارود من كثرة الضغط عليهم. هؤلاء الأبطال يستحقون كل الشكر، يعملون بلا رواتب ربما بحوافز رمزية من المنظمة، ولكن أعتقد أنهم يستحقوا تمثال شكر في كل المدن التي عملوا فيها. نعم لهم يعني كل الشكر على الجهود التي يبذلوها، وهؤلاء هم فعلا الأبطال الحقيقيون على الأرض. سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن العوائق والصعوبات، كنتم تحدثتم عن أن من ضمنها هو عدم وصول الأدوية والمستلزمات الطبية المضادة للمرض إلى الجهات التي تحتاجها، كيف تتعاملون مع في الأمم المتحدة مع هذه المشكلة، وهل ما زالت قائمة حتى اللحظة؟ ربما تستطيع أن تتحدث عن حالة بحالة. حتى الآن نحن في اليونيسف لدينا مخزون وزعنا أكثر من 14 طن من العلاجات في المحافظات المختلفة، أكثر نصف هذه الكمية تقريبا إن لم يكن أكثر في صنعاء وصنعاء الأمانة وصنعاء المحافظة باعتبار 50% من الاحتياجات هنا. لدينا كميات كبيرة جاية الآن إن شاء الله من طلبناها من الخارج حديثة وقوية وفعالة، وإن شاء الله ستصل بطائرة خاصة في الأسابيع القادمة إن لم يكن الأيام القادمة. نعم، إذا السيد محمد الأسعدي المتحدث باسم مكتب اليونيسف في اليمن، شكرا جزيلا لك وشكرا لتفاعلك الدائم معنا. إذا مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى صنعاء، وينضم إلينا من هناك عدنان حزام المتحدث باسم مكتب الصليب الأحمر في اليمن. مرحبا بك سيد عدنان. إذا مؤتمر صحفي للصليب الأحمر في صنعاء عن الواقع الإنساني والصحي المتدهور، ما هي أهم النتائج التي خرجتم بها؟ طبعا كان المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم في صنعاء الهدف منه هو إبراز للرأي العام الوضع المأساوي في اليمن، وكذلك كان هدف منه إطلاع الإعلام عن أبرز النقاط التي ناقشها رئيس مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك اشتلهارت، حيث قام باللقاء بمسؤولين في صنعاء أطلعهم على الوضع الإنساني وكذلك الخدمات التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك توسيع عملياتها في الفترة القادمة. هو الآن في عدن، سيلتقي بالمسؤولين هناك، سيكون هناك أيضا مؤتمر صحفي في عدن في غدا إن شاء الله على الساعة 4. طبعا هذا الهدف منه أساسا هو التركيز وتسليط الضوء على الوضع الإنساني باليمن بشكل عام. نعم سيد عدنان، لعلك استمعت لحديث السيد محمد الأسعدي الذي تحدث على أن صنعاء هي أكثر المناطق كثافة لانتشار الوباء، وأيضا عدد بعض الأسباب منها الأحياء الفقيرة والتلوث الحاصل في المدينة. وأنت في صنعاء ومنظمتكم لديها فريق عمل في صنعاء وما تقوم به من جهود، لو تحدثنا عن ما تسمى سلطة الأمر الواقع التي تتحمل المسؤولية الأولى والمباشرة لما يحدث الآن لصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، هل هناك تنسيق معهم لإنقاذ هؤلاء المواطنين الذين يموتون من هذا الوباء في صنعاء وانتشاره اللامحدود في هذه المناطق؟ أوافق الرأي ما قاله الأستاذ محمد. طبعا العاصمة صنعاء وكذلك المحافظة هي الأكثر تأثرا بالحالات الكوليرا. طبعا نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عملنا نقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف مع جميع السلطات. طبعا من أسباب تفشي هذا الوباء أنه كما يعرف الجميع أن معظم المنشآت وخاصة المائية وكذلك الصرف الصحي تأثرت بشكل كبير نتيجة الصراع الدائر حاليا، وكذلك الوضع الصحي، إلى جانب أن اليمن شهدت خلال الأيام الماضية هطول للأمطار الغزيرة وكذلك هناك تكدس كبير جدا
للنفايات والقمامة، مما والتي لم تستطع الجهات التخلص منها إلا خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى انتشار هذا الوباء. نحن نتمنى ألا ينتشر هذا الوباء، فاليمنيون يعانون صراعا، فلا نريد لهم أن يعانون كذلك أوبئة. نعم سيد عدنان، أصبح الناس يعرفون المسببات، والآن السؤال هو عن المعالجات والخطوات لتلافي انتشار هذا الوباء. نعم، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كاستجابة سريعة لتلافي هذا الوباء وكذلك مساعدة المراكز الصحية، قمنا بدعم المراكز الصحية الأساسية في صنعاء التي تمكنت من خلال دعمنا من معالجة حوالي 900 حالة مشتبهة، كذلك وحالة أكثر من 600 حالة مؤكدة. نحن نحاول في الأيام القادمة تزويد المستشفيات وكذلك الخروج عن نطاق صنعاء إلى الوصول إلى المحافظات الأخرى بتزويدها بالسوائل الوريدية وكذلك محاليل الإرواء للتخفيف من هذه الكارثة. نعم، نتمنى سيد عدنان أن لا تكتفي المعالجات على تقديم الأدوية والمحاليل وإلى ما ذلك، وأيضا معالجة المسببات الرئيسية. لو تحدثنا سيد عدنان عن الجوف، الجوف أطلقت اليوم نداء استغاثة وهو ثاني نداء استغاثة خلال أسبوع واحد، ماذا بالنسبة لمحافظة الجوف؟ نعم بالتأكيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر تراقب الوضع عن كثب وكذلك ما يحدث في محافظة الجوف، ويكون هنا وإن شاء الله سيكون هناك تدخلات قريبة في تلك المحافظة. نعم، أيضا هنالك حديث عن انتشار الوباء أيضا في السجون، ما صحة هذه المعلومات؟ أن هنالك أيضا انتشار الوباء في سجون الميليشيا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، هل هذا صحيح؟ وكيف، هل لديك معلومات عن الأمر وكيف ستتعاملون معه؟ نعم، نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل أيام قمنا بزيارة السجن المركزي بصنعاء وقمنا بالدعم من خلال تقديم أقراص المحاليل التي تساعد على تنظيف المياه وكذلك تقديم اللازم، حيث أن هناك وجود بعض الحالات، أعتقد 5 حالات مصابة، وفي الوقت الحالي نقول أن هناك سيطرة على ذلك الوضع. نعم، أين هذه الحالات بالضبط؟ في السجن المركزي بصنعاء. نعم، إذن سيد عدنان حزام المتحدث باسم مكتب الصليب الأحمر في اليمن كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من عدن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة رئيس فريق الطوارئ لمجابهة الإسهالات المائية الحادة. مرحبا بك دكتور علي. إذن وباء الكوليرا أصبح يجتاح أكثر من 3/4 المحافظات ويهدد أرواح الآلاف، كيف تتعاملون في الحكومة الشرعية مع هذه الجائحة؟ ما هي الترتيبات والخطط والعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخوان في قناة بلقيس على اهتمامهم بالمواضيع الصحية، هذا ليس بجديد عليهم، دائما نلاقي القناة حاضرة بطاقمها بكوادرها. في البداية نحن في وزارة الصحة العامة والسكان قمنا بإنشاء غرف عمليات مركزية في جميع المحافظات المستهدفة، وما فيها غرفة عمليات مركزية في العاصمة عدن. أيضا تم فتح مراكز لاستقبال الحالات، تم فتح 34 مركز في جميع المحافظات المستهدفة لاستقبال الحالات، وتم توزيع الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية لهذه المراكز. أيضا فرقة الترصد الوبائي تقوم بدورها، الممرضين، الكادر الصحي، الأطباء جميعهم حاضرين. كثير من الحالات التي توصل إلى المستشفيات بإسهال مائي يتم إعطائها العلاج وتتعافى، بعض الحالات منها متوسطة وبعض الحالات حادة، فنحن طلبنا منهم في هذه المراكز أن يستقبلوا الحالات الحادة ويتم ترقيدها، بينما الحالات المتوسطة يتم إعطائها العلاج والمقادرة كي يتركوا فرصة للحالات الإسهال المائي الحاد في هذه المحافظات. نحن والأخوان في منظمة الصحة العالمية واليونسيف وجميع المنظمات الدولية الشركاء مع وزارة الصحة العامة والسكان دائما في على اجتماعات مستمرة لمجابهة هذا الوباء الذي تمر به بلادنا. طبعا
مطلوب من الوزارات الأخرى الشركاء مع وزارة الصحة العامة والسكان مثل المياه والصرف الصحي والنظافة والسلطات المحلية أن تقوم بدورها. وزارة الصحة العامة والسكان قامت بالدور المناط بها وهي تتحمل المسؤولية. لا نبرئ نفوسنا ولا نتخلى من المسؤولية، ولكن هناك مسؤولية مشتركة يجب أن تقوم هذه المسؤولية من قبل وزارة المياه، من قبل صندوق النظافة، من قبل السلطات المحلية. تعرفي أنه في صنعاء الخلاف السياسي اللي صاير بين هذه الميليشيات أثر سلبا في تراكم القمامة في المياه في الصرف الصحي. سيد علي، دكتور علي، بالحديث عن صنعاء والتحركات التي تحدثت عنها، هل تشمل المحافظات الخارجة عن سيطرتكم كصنعاء مثلا؟ نحن مسؤولون عن اليمن، كل اليمن مسؤولين عن أبناء اليمن جميعهم من صعدة حتى المهر. في وزارة الصحة العامة والسكان عندما نتحدث عن جميع أبناء اليمن، نحن مسؤولون عليهم مسؤولية تامة. وهل تستطيعون الوصول إلى هذه المناطق؟ طبعا نعم، نوصل عليها إما عن طريق الكادر الصحي الذي موجود في هذه المناطق، أو عن طريق المنظمات الدولية التي تعمل في هذه المحافظات أو المؤسسات المحلية. دكتور علي، تحدثتم في وقت سابق عن إنشاء غرفة عمليات في عدن لبحث سبل التصدي للكوليرا بالتنسيق مع منظمات دولية عديدة. هنالك من يتساءل الآن، هل بإمكان الوزارة أن تقوم بأكثر من إصدار بيانات وإقامة مؤتمرات؟ لأن الناس تقول أنها لم تشهد عن هذه التحركات سوى المؤتمرات وإصدار البيانات، ولا شيء حقيقي على أرض الواقع، ولما كان تفاقم الوضع ووصل إلى ما وصل عليه اليوم. ليس صحيح، بإمكانهم يزوروا المستشفيات والمراكز الصحية التي فتحناها، موجود فيها الأدوية والمستلزمات الطبية والكادر الصحي موجود. الفجوة كبيرة جدا، ونحن فتحنا مراكز وسنفتح مراكز أخرى في هذه المحافظات، نستقبل جميع الحالات، كل الحالات توصل للمستشفيات، جميعها تتعافى أو كثير منها تتعافى. في إشكالية انه بعض المحافظات يظهر فيها بسرعه، وبالتالي نحن نحاول اننا نفتح مراكز اخرى في تلك المحافظات في هذه المناطق. تعرفين انه كثير من 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 المناطق فيها صعوبه للوصول لها، لكن نوصل عليها بطريقه او باخرى. فهذه الاشكاليه الذي سببها الميليشيات الانقلابيه لنا في وزاره الصحه العامه والسكان. نعم، ايضا من الاسباب التي ادت الى هذه الحاله هو يعني عدد المرافق الصحية وغياب العاملين الصحيين بسبب انقطاع الرواتب، كان هذا ربما أحد الأسباب الكبيرة في انتشار هذا الوباء. وأيضا لم يقتصر الأمر على العاملين الصحيين وأيضا عمال النظافة وغيرهم. كيف ستتعامل الحكومة لتجاوز ذلك؟ يجب معالجة أيضا الأسباب وليس نتائج الوصول إلى هذه الحالة. طبعا القطاع الصحي لم يعد يشتغل منه الا 45% من المرافق والمراكز الصحيه اللي بتشتغل في البلد. كثير من الكادر الصحي، منهم من استشهد، منهم من شرد، منهم من اعتقل، منهم من حوصر، منهم من عدب. فهذه كلها اسباب اثرت سلبا على اداء القطاع الصحي. نحن في وزاره الصحه نحاول بقدر الامكان بقدر الاستطاعه اننا نحافظ على النظام الصحي من عدم الانهيار، وفعلا حافظنا عليه من عدم الانهيار. كوادرنا بيشتغلوا بجهود كبيره جدا، مثل ما تفضلتي ان كثير منهم ما فيش مرتبات، وكثير منهم حتى الان وهم بيشتغلوا بدون حوافز، وهم في انه الاستشفيات المائيه فيها ريسك، فيها مخاطر، لكن مع هذا ضميرهم الانساني جعلهم ان يشتغلوا ويقوموا بدور كبير جدا وجهود كبيره جدا. انما الفجوه كبيره، وال يعني المرافق الصحية تكاد تكون في كثير منها من 45%، منها من هو لا يشتغل بشكل جزئي، ومنها من يكون فيه إشكالية إما من ناحية الطاقم أو غيره. نعم، إذن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة رئيس فريق الطوارئ لمجابهة الإسهالات المائية كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر ضيوفي. كان معي من صنعاء محمد الأسعدي المتحدث باسم مكتب الصليب، السيد محمد الأسعدي المتحدث باسم مكتب اليونسف في اليمن، وكان معي من عدن الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة رئيس فريق الطوارئ لمجابهة الإسهالات المائية، وكان معي من صنعاء عدنان حزام المتحدث باسم مكتب الصليب الأحمر في اليمن. شكرا على حسن المتابعة.